تتزوجي راجل عايزك او قابل حتى فكرة ان انت تشتغلي، ده نصيحتي. اصل يرى والاسلام وممكن يسمح، اقعدي اهربي اهربي، تتزوجي عشان قرار في البيت، العمل ده لغاية لما تقري في بيتك. التزام باهل السنة وافكار اهل السنة وكلام الفقهاء اللي بيتكلموا عن عدم الخروج وقرار في البيت وفي المنزل وكذا وكذا، والحاجات دي هتخل، خاصة في مجتمع فاسد زي دلوقتي. لو جالك زوج بيقول لك انا عايزك عشان تشتغلي او هقبل ان انت تشتغلي، اهربي اهربي، وكوني انت اللي حاسمه من الاول، طبيبه من غير طبيبه كوني حاسمه من الاول. انا بقول لكم يا جماعه، انا مع التوجه الرئيسي بتاع اهل السنه اللي موجود في المذاهب، المراه الاصل فيها القرار في المنزل.